وللحديث عن تقرير قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين حول الإفلات من العقاب في العراق واستمرار اغتيال الناشطين والمتظاهرين، ينضم إلينا من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. دكتور أيمن، سلام الله عليكم. يعني تحدثتم في تقريركم عن طمس أدلة دامغة في التحقيقات الخاصة بجرائم بحق المدنيين العراقيين، لكن السؤال الذي يطرح هنا: من يقوم بذلك ولمصلحة من يجري هذا التضليل دكتور؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة مسألة طمس الأدلة الدامغة التي تتعلق بالجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي وعلى مدى هذه السنين الطوال المريرة التي يعاني وعانى ولا وما يزال يعاني الشعب من هذه الحكومات، هي طبعا الجهات التي تقف وراء طمس الأدلة هي نفسها المسيطرة على مشاهد الجريمة وقت حدوثها، فهي الجهات الحكومية، الجهات المعنية، القوات الحكومية والأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها إلى جانب الميليشيات المساندة لها والتابعة إلى الأحزاب المتنفذة والموالية بالنتيجة إلى إيران. فهذه هي ملخص الجهات التي تقف وراء طمس الأدلة. لكن إذا يعني إذا كان السؤال لماذا تطمس هذه الأدلة، الجواب يعني سيكون بوضوح أنه تورط هذه الجهات في هذه الجرائم النكراء هو السبب الرئيس، وطمس الأدلة وحماية المرتكبين، نعم، توفير الحماية لهم والاستمرار في الإفلات من العقاب. دكتور أيمن، موضوع تحول الإفلات من العقاب ليكون نهجا سياسيا في العراق، لكن هنا يعني إلى أي مدى يؤكد أن هذه الحكومة الحالية لم تقدم أي إصلاح يذكر بما يتعلق طبعا بحالة حقوق الإنسان في العراق على عكس ما تروج له خارجيا؟ أخي الكريم، من بداية الحكومة وهي حكومة الاحتلال الثامنة وهي حكومة تصريف أعمال، كانت أول تعهدات التي قطعتها على نفسها هو يعني حل ملف المختفين قسريا والتعامل مع ملف الجرائم وقتل المتظاهرين والناشطين المدنيين في العراق. لكن هذه التعهدات لم تخرج عن نطاق الإعلام مع الأسف الشديد، هذا هو الواقع. لا توجد رغبة سياسية جادة في الحكومات المتعاقبة المتحكمة في العراق منذ 2003 في محاسبة فضلا عن معاقبة مرتكبي الانتهاكات المشاركين في العملية السياسية. هذه الجهات كلها طبعا تظلها مظلة العملية السياسية القائمة التي فرضها الاحتلال والتي أفرزت هذا التحاصص الطائفي والفساد والقتل والتهجير والدمار. حكومات عاثت ولا تزال تعيد في البلاد فسادا وقتلا وتهجيرا ودمارا. دكتور أيمن، على المستوى الشعبي يعني ما قيمة هذه التعهدات بمحاسبة قتلة المتظاهرين؟ هذا النهج هل ساهم في احتقان شعبي نوعا ما دكتور؟ لا شك أخي الكريم، هذه يعني ما نراه بعد التشرين الأول 2019 هو حقيقة يعني مستوى من الوعي الكبير لدى مكون من الشعب العراقي، يعني أصبحت لديه الصورة واضحة والبصيرة أمامه أيضا يعني كانت واضحة أيضا في أن هذه الحكومات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأتي بخير لا له على مستوى الفرد ولا للمجتمع ككل، فلذلك هم يناهضون، هم يعارضون النظام السياسي القائم في العراق على المحاصصة والفساد والإفلات من العقاب والتستر على المجرمين والقتلة والفاسدين.
فلذلك هو من يعني منذ ذلك الوقت أيضا تجددت هذه التظاهرات الشعبية في بغداد ومدن جنوب العراق، والكل شاهد على ذلك. وحقيقة هذا يعني يعكس مدى الوعي الشعبي العالي في هذا المجال، وينذر حقيقة، هذا يعني يدق جرس الإنذار لدى المشاركين في العملية السياسية منذ ذلك الوقت وحتى الآن. دكتور أيمن، العراق سجل اضطرار كثير من النشطاء المعارضين الذين خرجوا في تظاهرات ثورة تشرين عام 2019، سجل أنهم غادروا العراق متوجهين إلى دول أخرى، وربما أيضا البعض منهم وكثير منهم غادر إلى كردستان العراق. أمام هذه الحالات، ما هي الرسالة التي توجه للمجتمع الدولي، خاصة أنه يروج لمؤتمر إقليمي دولي سيجرى في العراق؟ أخي الكريم، طبعا مسألة اضطرار الناشطين إلى الخروج من البلاد شملت الدراسة أكثر من 300 حالة من هذه الحالات خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي تدلل حقيقة أنه ما يتم الترويج له والتسويق له في الأروقة الأممية والدولية من قبل المجتمع الدولي في سبيل تحسين صورة أو تلميع صورة في الحكومات المتعاقبة أو النظام السياسي القائم في العراق بعد 2003، هذا حقيقة يعني مسألة واهمة لدى هؤلاء. هؤلاء واهمون أنهم يعتقدون أن مثل هذا التسويق وهذا الترويج قد يغطي الحقيقة، والشمس لا تغطى بغربال كما يقولون. من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور أيمن العاني، شكرا جزيلا لكم.